احد الاشياء المهمه في الاندكشن موتورز لازم نعرفها هي الافيشنسي، افيشنسي او كالكوليتنج ذا افيشنسي اوف ان اندكشن موتور. هلا حتى نحسب الافشنسي تبعت الاندكشن موتور ممكن نفكر في الاندكشن موتور انه كانه هو انرجي كونفرجن ديفايس. ايش يعني كونفرجن؟ تحويل من اي شكل لاي شكل بحول تربائيه الحركيه من الكتريكال. اذا هون بيجي الكتريكال باور بحول لموتور بحولها ل ميكانيكال باور. هذا اللي هو اندكشن موتور ميكانيكال باور. تمام. اذا هون عندنا الاندكشن موتور الكتريكال باور للميكانيكال باور راح يعطيني اوتبوت ميكانيكال باور. الاوتبوت ميكانيكال باور بتساوي الريتد تورك. ايش وحده التورك؟ نيوتن متر. عندي هون اوميجا كمان هون اوميجا ريتد. اوميجا ريتد بكلمه ريتد اللي مسلم عليها اللي راح يشتغل عليها. مش شرط راح تكون هي نفسها السينكرونس. هلا راح نشوف الاختلاف بينهم. اذا عندي هاي راح تكون وحدتها رادز بير سكند. اذا هاي الاوتبوت ميكانيكال باور. اذا بي اوت ميكانيكال. شو الانبوت الكتريكال باور راح تكون اذا عندي هذا 3 فيز سيستم؟ انبوت P input electrical راح تساوي جذر الثلاثة V line I line في إيش مضروبة؟ power cosine في cosine theta اللي هي theta phase. إذن الإفشنسي هلا راح أحط عند الإفشنسي راح أحط 100%. إيش يعني؟ at full load. at full load بدها تساوي P out rated على PN rated. P out rated راح تساوي T rated في أوميجا rated على جذر الثلاثة V line I line cosine theta. theta بين مين ومين؟ بين current أي current voltage؟ phase. دائما هاي اوكي. شو كان ممكن احط معادله مختلفه لهاي بدلاله الفيز؟ كان ايش ممكن اقول؟ الباور على جذر الثلاثه. بدون جذر الثلاثه شو بحط؟ ثلاثه في فيز اي فيز كوساين ثيتا فيز. اوكي هاي هي عباره عن الافشنسي. هلا خلينا نطلع على شغلتين. هلا لما نطلع على النيم بليت تبعت اي اندكشن موتور اف يو اكزامن ذا نيم بليت. ايش يعني النيم بليت؟ النيم بليت هي اللوحه اللي بتكون موجوده على المحرك اللي بتعطينا تفاصيله. احد الاشياء راح تشوفها على النيم بليت هي ان ريتد او ميكانيكال. فمثلا بتقول 1470 ار بي ام. 1470 ار بي ام هي بتكون السرعه اللي عندها بلف الروتر مش الكونستنت ماجنيتيود روتيتنج ماجنتيك فلكس. متذكرين شو كانت الكونستنت ماجنيتيود روتيتنج ماجنتيك فلكس؟ راح نسميها ان سينكرونس. الاس السب اس مين اللي بلف عليها هاي السرعه؟ اللي بلف عليها هو الماجنتيك فلوكس دنسيتي. وهاي مثلا بتساوي 1500 ار بي ام. لكن ان ريتد او ان ميكانيكال مين اللي بلف على هاي السرعه؟ ايش انت بتشوف المحرك بلف؟ ايش اللي بلف المحرك؟ اللي هو الروتور. اذا هاي هي سرعه الروتور. هاي سرعة الماجنتيك فلوكس دنسيتي. وهدول مش نفس الشيء. هاي السرعة بتكون عادة في محرك الاندكشن موتور أقل من هاي السرعة. ففي إشي الفرق بينهم اسمه سليب. إيش السليب يعني؟ بالعربي انزلاق. فعندي مثلا هاي فرضا بتكون 1470
ار بي ام. اذا السليب بيساوي 1500 ناقص 1470 على 1500. احسبوا لنا هذا قديش بيطلع. 30 على 1500 واللي هو بيطلع 2%. قد ايه؟ 2%. اذا السليب هون 2%. اذا السليب هو الفرق بين مين ومين. The slip is the difference. Is the difference between the synchronous and asynchronous speed. Is the difference in speed between NS and N mechanical or rated. NS هي synchronous speed. And is the speed at which مين اللي بلف على السينكرونس سبيد اللي هي 1500 بالضبط؟ magnetic flux density. At which the magnetic flux density روتيت. شو قانونها؟ متذكرين شو قانونها كان؟ ان اس 120 120 في اف على بي على اوكي. بس هاي مش السرعه اللي بلف عليها الروتر. الروتر بلف على سرعه اقل شوي. الميكانيكال سبيد. فالميكانيكال سبيد اللي هي ان ريتد او ان ميكانيكال. ان ريتد او بين قوسين ميكانيكال از ذا سبيد ات which the rotor rotates, which is usually, which is smaller than the synchronous an n mechanical او rated اقل من n s. الفرق بينهم ايش سميناه؟ السليب. ايش الرقم اللي بيكون على النيم بليت؟ السينكرونس سبيد ولا الريتد ميكانيكال سبيد؟ الريتد ميكانيكال سبيد. اذا هاي اقل والسليب بيساوي n s minus n rated على n s وبنحطه ك percentage. هلا the speed which is stated on the nameplate is which speed is the rated speed of the rotor at full load condition. يكون على الفول لود كونديشنز لما يكون عماله بيعمل ديليفري ل 100%. اذا ات فول لود كونديشنز. اوكي واضحه هاي؟